أعتقد إن جلسة اليوم كان هناك أكثر من شيء إيجابي. أولا توزع السيولة أو تحرك السيولة من التركيز بكامل قوتها على سهم أملاك كان يستحوذ خلال الجلسات طوال الأسبوع على ما يزيد من 50% من قيمة التداولات. اليوم رأينا فيه تحركات على أسهم أخرى، دخل وعاد مجددا سهم جي اف اتش للتداول بقوة والتحرك، تحرك من أدنى مستوياته 69 إلى مستويات 76، كان فيه تحركات جيدة على السهم وأحجام تداول كذلك بعد فترة من الركود يعود مجددا ليكون من الأبرز خلال التداولات. كان فيه هدوء بعض الشيء على سهمي أرابتك وسهم الاتحاد العقارية وكذلك سهم إعمار، مستويات الثمن دراهم 8 دراهم إلى وخمسة كان فيه تحركات في نطاق ضيق. سهم أملاك تماسك عند مستوى الدراهمين و60 ولم يستطع اختراق مستوى 70 في جلسة اليوم. إجمالا المؤشر العام يقف عند نقطة جيدة جدا في انتظار في القريب كسر مستويات ال 4200، وإن كنت أعتقد أن قد نراها الأسبوع المقبل بناء على أحكام وقيم التداولات التي رأيناها طيلة هذا الأسبوع. وائل، هل عندك أي تفسير لموضوع أمانات القابضة؟ التفسير الوحيد هو أن السهم لم يأخذ فرصته. عملية الصعود التي رأيناها في جلسة الأمس بالحد الأعلى 15% ووصل اليوم قرابة الدرهم قبل أن يتراجع مع نهاية الجلسة، أعتقد أن هي عملية دخول مضاربي بحت، لأنه لا يوجد أي أخبار جوهرية سواء من الشركة أو في السوق بخصوص هذه الشركة، وإن كان التحركات قد تكون بعض الشيء مطلوبة على بعض الأسهم الراقدة منذ إدراجها على الشاشة. نعم، خلينا ننتقل شوي أيضا لموضوع أبو ظبي. لدينا قصتين، طاقة وأيضا سهم اتصالات. اتصالات اليوم عندنا بعض التراجعات، عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات بالفعل القوية التي دفعت بالسهم إلى ارتفاعات، ولكن في المقابل طاقة، الخسائر اللي شفناها اليوم هل هي مفسرة وائل؟ بناء على الأخبار الواردة أو أعتقد أن يعني عملية فرز الخبر بشكل أو بآخر التي تم إصداره من الشركة، أعتقد أن تفسيره يحتاج إلى بعض الوقت وماذا تنوي الشركة بخصوص هذا القرض. أما بخصوص عملية التداولات على الشاشة فهو السهم بطبيعته يمتاز بالهدوء، يعني ليس عليه بالحركة الكبيرة سواء صعودا أو هبوطا. بالنسبة لسهم اتصالات كان متوقع مثلما ذكرت بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته 15 درهم 80 في جلسة الأمس، وهو أعلى مستوياته أعتقد على مدار سنة أو أكثر إن كنت لم أكن خاطئا. الطبيعي أن عملية الإجراءات أو المتطلبات التي سوف تقوم الشركة بإجراءها لعملية الفتح أو السماح للأجانب بتملك 20% سيأخذ بعض الوقت، لذلك عملية الصعود بشكل قوي في جلستين أو ثلاثة من الطبيعي مثلما ذكرتي أن يحدث عملية جني أرباح، وإن كان أعتقد أن السهم لازال أمامه الكثير لنراه في الفترة القادمة.